السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. عندنا السبورتج 2020 يحتاج لها تنظيف الفريز الداخلي. لازم شلون طريقة قلنا مثل ما بينا شغل التدوير، شغل الاي سي على الديفلايمنت، نفتح اللو خليه يشتغل الى ان ايش راح يصير عندي هالسنة. انا يصير انك التقطير الخروج هنا ينزل من عنده المي، من يخرج عنده المي استخدم الحبوة. استخدم هاي الأبوة. خلاص من أكمل طلع عندي القطر، استخدم هاي الأبوة، استخدمتها سابقا على سيارتي الهبال H6 والنتيجة جات عندي كلش ممتازة. الآن راح استخدمها على سبورتج 2020 رغم انها ما بشاقة لي تلاحظ هنا 16000، ولكن سابقا سبورتج تبريدها حاطتها GT9 اللي هو الفريزيكو نفس السورنتو جدا ممتاز. الآن احس اضعف من الهبال برودة، فراح استخدمها هذا المدة واشوف النتيجة النهائية. استخدمته بالهبال ممتاز، مو اعلان إله، ولكن انا دا استخدمه ودا احس تجربتي. فانتظر انه ينزل فضل. بما انه تاخذنا بالتيز الماء عندي للتقطير مال الفرغة مال الراديتر الداخلي للتبريد، تاخذنا انا هاي هنا نزلت شوف قام يزيد المكان يحصل قام يزيد ليسيد منه. الان اجي اضخ المادة. الان مثل ما سويت المرة السابقة عندي هاي الابوة، فتحت الراديتر الداخلي شوف التقصير عندك بنانا لاحظتها بنانا. ايش راح اسوي بعد ما قام ينزل عندي المي؟ اطفي طفت السياره وطفيت التبريد. بعدها عندك هنا الصندر الرفيعه، فالصندر الرفيعه وين راح يخرج الهواء؟ راح يدفعه هنا عندك بالاعلى هاي راح يسحب الهواء. شو نسوي؟ خليه بنصها. بعد ما نخليه بنصها نجي نبخ. نرجع الحبوة. نسيت رجع الحبوة. رجعت الحبوة. بعد ايش راح اسوي؟ فقط افتح الفان. ارجع اكرر العملية مرة مرتين ثلاثة إلى أن تخلص العبوة عندي. راح أسوي وبالمقابل القبق راح أخليه أسفل الفضلة لذب المي حتى أشوف المي شلون راح يطلع. شوي بيجي وحده صعبه. الان اشغله من الاخ.
ارجع اكرر العمليه، وابقى الى ان تخلص العبوه بالكامل. خلص العبوه بالكامل وشوف النتيجه النهائيه. الان كملت، شديت فقط القبق، راح انتظر انه 5 دقائق المعده تاخذ مكانها بالرادياتر الداخلي، واشوف واشغل السياره او التبريد. أشوفها. بعد ربع ساعة ترى أطفي، أفتح القطعة الداخلية هنا. أيوة. شو أسوي؟ أجيب فلتر تبريد جديد، ضروري كل 6 أشهر، حتى سعره مو غالي. نجيبه إذا نرفع الصورة تلاحظ هنا، وبعدها أجيب عندي هنا الدبل لازم هسه شغلت تبريد واموري تمام. الريحة اللي قاعد تجيني طيبة، الهواء اللي قاعد يجيني ابرد من السابق بمراحل. جربوا ما خسرني، السعر مالته معقول والعملية مالته جدا بسيطة. صارت تستخدم على سيارتين والنتيجة نفس الكفاءة. درجة الحرارة الخارجية عندي 34 درجة، اعتبره شيء ممتاز. تحافظ على سيارته، خاصة السيارات من موديل 2018 19 20 اللي ما صار هنا معي بالسوق، وما شاء الله صار 5 سنوات 6 سنوات، ولكن تنظيف السهل. اللي مسدود راديتر مالته داخل وفي مشكله ما يفيده هذا، لانه ما ينظف الاوساخ الثقيله والانغلاقات القويه، ولكن الاتربه والشوائب ينظف اياها مثل ما بينت في هذا الفيديو. لا تنسى من الاشتراك بالقناه اذا لم تكن مشترك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.